قصة غريبة يا اخي. يا اخي بالله البلد دي قد صانة فاضية ما فيها غيري انا بس في انا ومعاي بتاع الدكان ده و... لا 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 الكلام ده ما جاي. انا بقدر ارجع لمتين اقعد لمتين مصرية وقعت في ودانا ابراهيم العجلاتي لما جلدو شالوا قروشه وشالوا تلفونه وداك ما عارف قال اجيب المفتاح قبل ما يجاوب فكر عينه لا لا اتخارج خارج بس خارج ولا اقعد قصة دار لها استخارة دايرة ليها دايرة ليها. طيب اسافر ما اسافر اسافر ما اسافر لا 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 دي اصلا ما طريقه بكيت حايم برايز بتكلم برايز زي المجنون. انا ذات عنك كملت من لحم الدنيا هسه بشوف لي بدين 35 سنه لا كملت من لحم الدنيا دي عشان كده زولت خارج خارج ايه تخارج امشي امشي لي من ذاته كوستي مدني بس السراج سروجي ماسكني تعالي بعزك تعالي بعزك اجيك انا اجيك يا سروجي عشان تعزني وضوق النعيم مدني. الو مرتبين ومجخنين في الخرطوم مكان الطيارة بتقوم هاي يا سلام الناس اللي قاعدين صاحبيننا قال قبلهم اها الخبر شنو؟ الحمد لله رب العالمين امورك ماشية كيف؟ يا زول تمام والله الحمد لله يا زول نحن عايشين عيشة كبيرة شديد قال لي عايشين كيف ظابطة عين احنا امورنا ظابطة شديد قاعدين في شقة قاعدين في شقة يا زول احنا قاعدين في شقة امورنا يا زول التكييف ده ما شاء الله ظابطين التكييف زميلي الاكياس تختص فيها لهنا المراتب قصدي المراتب تختص فيها لهنا لا 100% لا تبقى انت ما واضحة لازا انت من الروضة بالرزق يا زول احنا ما شاء الله تبارك الله يا زول سراي وضابحين ضابحين عجل 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 وكاتسنه رز سبحان الله صح اقول لك حاجه يا سراج سبحان الله صح البني ادم ده بيجيب رزقه بيجيب لقمته انت حلت العدس مرقه حلت حلت هاي هاي انا عندي لك مفاجاه طراز فريد افتح الباب تلقاني انا جيت جاي مدني جيت مدني هاي افتح الباب كذا برجع لك سلام يلا يلا يا باي 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 باي
كيف اخبارك؟ انت قد بيوين يا شيخ؟ والله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يبارك ان شاء الله بخير يا اخي. الله يعزك. الله يبارك. الله يبارك. الله يسلمك يا اخي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله بارك الله. بارك الله. انت جيت عيادة ولا مش؟ جيت السدي. جيت السدي. يعني انت عندك سرعة بتاعت برق قريبة خلاص هسه مش كنت بتكلم معاك انا مباشرة ما لقيت المسافة قريبة ركبت الركشة ووصلت لغاية هنا. انت جيت بالركشة؟ باي بالركشة لسه دي. وبتاع الركشة وينه؟ بتاع الركشة ما خلاص مشى. لا يا اخي. طيب ترجع كيف؟ Wow, 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 wow